المسيح اهتم بالفقراء، اهتم بالمحتاجين. المسيح تجاهل الحقد السياسي لما كان في أريحة، كان واحد اسمه زكا جاب الضرائب وفعلا كان منبوس، كان مكروه من المجتمع. اسمع ما قال المسيح: أسرع يا زكا، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك إذ حصل خلاص لهذا البيت. وأنا أقول أيضا أن هذا هو ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فعلا خلص زكا. ولاحظ التوقيت، كان بأريحة رح يصعد إلى أورشليم للأسبوع الأخير، أسبوع الألام، أسبوع الصلب، ولكن وقف واهتم باحتياجات ناس في أمس الحاجة. أعمى، الأعمى بارتيماوس صرخ: يا ابن داود ارحمني. التلاميذ حاولوا يمنعوه لم يعبس ولم يتولى. جاب الأب الأعمى وسأله: ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال له: يا سيد أن أبصر. فرد له البصيرة والبصر في آن واحد.